supposed to be a fund of $100 billion. Yes. Now that would be the biggest fund ever raised. So when you told people you were going to raise a $100 billion fund, did they tell you you were a little crazy? Well, some people said. ماسا سون كان ذات يوم أغنى رجل في العالم لمدة 3 أيام كاملين، ثم خسر حوالي 70 مليار دولار بين ليلة وضحاها تقريبا يعني، وهي أكبر خسارة شخصية في التاريخ. تمكن ذات مرة من تأمين تمويل بقيمة 45 مليار دولار، وتخيلوا أن بعد اجتماع لمدة 45 دقيقة بس كان مسؤول أيضا عن أعظم استثمار على الإطلاق. لكن من ناحية أخرى يشعر كثيرون أنه مجرد لاعب قمار مجنون يعامل الاقتصاد مثل الكازينو بالضبط، وأنه يسبب أضرار كارثية. هذا هو الرجل الذي هدد ذات مرة بإشعال النار في نفسه إذا ما حصل على صفقة تجارية. رجل استثمر مليارات الدولارات في ناس عرضوا عليه أفكار تجارية، وافق بناء على اللمعة اللي بعيونهم، يعني شاف عيونهم تلمع وما يشرحون على طول وافق، ومع ذلك فأنا أحبه. بالعادة شباب أشوف مقاطع فيديو تتكلم عن قصص أعمال تجارية مختلفة تماما مثل أوبر وياهو وتيك توك، وحتى الآن يبدو دائما أن ماسا سون له علاقة فيهم كلهم. أحس وكأني في فيلم جيم كيري لما كان يشوف رقم 23 في كل مكان، ولكن بالنسبة لي كل الطرق تؤدي إلى ماسا سون. غالبية العالم يعرفون معلومات قليلة عن هذا الرجل، وأنا أشوف أنه لازم أنه يعرفونه عدل، لأنه حرفيا قاعد يغير العالم ويراهن على مستقبلنا، وقصته تعتبر واحدة من أقوى القصص اللي عرفتها على الإطلاق. القصة ملهمة مرعبة، والأهم من ذلك كله أنها جنونية تماما. فهل أقوى أكثر المستثمرين للتكنولوجيا ذكاء في العالم، أم أن الرجل أكثر حظا على هذا الكوكب؟ خلونا نروح يا شباب للبداية. هاجر أجداد ماسا سون إلى اليابان من كوريا الجنوبية عن طريق الاختباء في قارب صيد صغير، ولم يكن لديهم أي طعام أو مكان يقيمون فيه، حتى ما كانوا يعرفون شو يتكلمون لغتهم المحلية. كانت بداية ماسا بالحياة مظلمة وكئيبة فعلا، حيث كان يعتبر غريب بالمجتمع الياباني بسبب عاداته وثقافته. ألقى عليه زملاء بالدراسة في طفولة الحجارة كانوا يحذفونه بصخر، وكان أبوه بالكاد يكسب ما يكفي لعيشه، كان يسوي أي وظيفة غريبة تمكنه من كسب المال. انتقل من تربية الخنازير إلى بيع المشروبات الكحولية غير القانونية، ومنذ سن مبكرة كان ماسا مصر على أنه يريد بناء حياة أفضل لنفسه، وجعل التنمر اللي تعرض له وهو طفل حافز عشان يحقق حلمه. وبحلول فترة المدرسة المتوسطة أو الإعدادية قرر ماسا خطة حياته كاملة، حيث أراد أن يصبح أنجح رجل أعمال في اليابان. وكان ماسا يعشق رجل يدعى دين فوكيت اللي جلب ماكدونالدز إلى اليابان، وقعد ماسا ساعات لما كان مراهق يدق على مكتب دين يسألهم إذا كان يقدر يشوفه ويتكلم معه، ولكن موظف الاستقبال دائما كان يقول أنه مشغول. ماسا شاف أن فواتير التلفون جدا مكلفة، فقرر أنه يروح يحجز طيارة عشان يروح شخصيا حق مكتب دين عشان يقدر يقابله. أعجب دين بإصرار هذا الطفل، وأنه ذهب إلى مكتبه لرؤيته، ووافق على لقاء لمدة 15 دقيقة مع ماسا، حيث طلب منه ماسا أنه يعطي نصيحة. النصيحة الأولى اللي أعطاها دين حق ماسا أنه يهتم في علوم الكمبيوتر بشكل عام. كانت توصية دين الأخرى بسيطة، أنه يجب على ماسا أنه يروح إلى أمريكا. أخذ ماسا هذه النصيحة على الفور في الاعتبار، وفي سن 16 فقط ذهب إلى كاليفورنيا لتحقيق أحلامه التجارية. راح ودرب نفسه وصقل اللغة الإنجليزية، ثم ذهب إلى الثانوية الأمريكية، ولكن لفترة جدا قصيرة. بعد أيام أدرك أن الثانوية يبيلها وقت طويل ومن هنا الخلق بصراحة، فجهز نفسه وأقنع المدرسة أنهم يسمحوا له بأداء امتحان القبول في الكلية وفي وقت مبكر. وبينما كان ماسا متألق للغاية، ما كان فعليا جاهز للامتحان، ولكن وبطريقة ما قدر أن يطوف هذا الاختبار في مدة أقل من شهر. بعد أن التحق كطالب في الثانوية الأمريكية، تخرج ماسا وذهب لدراسة الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا. بالطبع كان يحتاج أيضا إلى المال، فهني راح وسأل أصدقائه إذا كان في هناك أي وظيفة يقدر يكسب فيها 10,000 دولار، ولكن بشرط أنه يشتغل لمدة 5 دقائق يوميا. ومن بعدها اقتنع أصدقائه أن فعلا فقد صوابه. قعد ماسا يفكر لمدة 5 دقائق كل يوم بأفكار لاختراعات جديدة حتى يتمكن من الحصول على براءة اختراع له ويبيع. وبالطبع ما كانت كل أفكار قوية، ولكن كان هناك بعض المميزات فيها، لأن ما سأدرك أن هناك 3 طرق للتوصل إلى الأفكار. الأول هو البحث عن الحلول للمشكلات اللي كان يواجهها. كان في حياته على سبيل المثال مشكلة قلم الرصاص، لما كان يهد على الطاولة كان يدحرج، بالتالي طلع من أفكاره أنه يخترع قلم مربع أو سداسي عشان يظل ثابت على الطاولة. وكان النهج الثاني هو النظر إلى الأشياء من منظور معاكس، مثل أخذ شيء كبير وتصغيره أو أخذ شيء من لون وجعله بلون آخر. على سبيل المثال توصل إلى إشارة مرور بأشكال مختلفة عشان يتمكن الأشخاص اللي مصابين بعمل ألوان من معرفة المرحلة اللي يضيء فيها الضوء. وكان تكتيكه الأخير للأفكار هو الجمع بين الأشياء الموجودة
موجودة فعليا، مثل دمج الراديو مع جهاز التسجيل للحصول على مشغل كاسيت في النهاية. في العام الماضي كان لدى ماسا كتاب يحتوي على 250 فكرة اختراع مختلفة، وقرر ماسا أن أفضلها كان جهاز بحجم الجيب يقوم بترجمة النص إلى لغات مختلفة. وبعدها لقى الأستاذ فيزياء وافق على أنه يساعده في بناء نموذج أولي. ثم بدأ ماسا بتكريس كل ما لديه من وقت عشان يسوق للشركات لشراء جهاز الجديد. وخلال ذلك الوقت، لأنه ما زال طالب جامعي، راح ودفع لطالب آسيوي عشان يحضر بداله في المحاضرات اللي كان يطوف. وفي النهاية وجد ماسا شركة تدعى شارب وافقت على شراء براءة اختراع الجهاز مقابل 1.7 مليون دولار، وذلك عندما كان عمره 19 عام فقط. أصبح ماسا الآن مليونير من الناحية التقنية، وفي الوقت نفسه كنوع من النشاط الجانبي بدأ ماسا في استيراد ألعاب الأركيد اسمها Space Invader. راح استوردها من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يقوم بوضعها في الحانات والمطاعم. ونظرا لأن هذا كان شيء جديد بالنسبة لأمريكا، بدأ بداية عملاقة جدا وحققت الألعاب نجاحا كبيرا. وفي غضون 6 أشهر فقط استورد ماسا أكثر من 350 آلة ألعاب وحقق أرباح تزيد عن مليون دولار. وكان الجمال بالموضوع أن وضع الآلات هذه على الائتمان، يعني بدون لا يدفع، واستوردها بالطيارة اللي كانت تكلفتها أكثر ولكنها أسرع بكثير في كثير من الأحيان. تخيلوا أن استعاد أمواله من الآلات حتى قبل لا يضطر أن يدفع لها. من الواضح أن ماسا كان لديه غرائز عظيمة في ريادة الأعمال، كما يجب الاعتراف أن ماسا سون ببساطة عمل بجد وبشكل لا يصدق. وإحنا فاهمين سلبيات الزحمة بالشغل وأن اللي ورا بعض ورا بعض لتحقيق الأرباح، لكن ماسا كان يعمل 7 أيام في الأسبوع ولا ينام إلا بأقل قدر ممكن، يعني يشرط على نفسه ما ينام ببساطة لأنه كان يستمتع بالعملية التجارية. ومن الواضح أنه كان مستانس جدا على ثمار تعبه. عرف ماسا أنه يبي يستخدم الأموال اللي حصل عليها في أمريكا للمساعدة في بناء أكبر مشروع تجاري في اليابان، وبدأ في تبادل الأفكار التجارية الجديدة ورسم 40 مشروع تجاري محتمل يمكن البدء فيه، ثم صنفها على أساس مقاييس مختلف. كانت أفضل فكرة مرت عليه هي شركة تقوم بتوزيع برامج الكمبيوتر، برامج السوفتوير. بالتالي أنشأ شركة جديدة سماها سوفت بانك. في هذه المرحلة في أوائل الثمانينات كانت فكرة استخدام كمبيوتر شخصي لا تزال في مراحل مبكرة جدا، ولكن ماسا كان متفائل للغاية بشأن صناعات الكمبيوتر، خاصة أن في لقاء مع معلم القديم دن انصح بالتركيز على أجهزة الكمبيوتر. ويعتقد ما أن سوفت بانك ممكن أن تصبح أكبر شركة توزيع في اليابان، على الرغم من أن ما عنده أي فكرة عن البرمجيات. راح هني ماسا وعين له 2 من الموظفين عشان يساعدونه، وفي صباح أحد الأيام وقف على صندوق بالمكتب وأخبرهم أن سوفت بانك راح تكون شركة بقيمة 1 مليار دولار، ولكن على طول الموظفين اعتقدوا أن هذا الشخص مجنون واستقالوا بعدها بفترة قصيرة. في البداية نقدر نعتقد أن الموظفين هذيل فعلا كانوا على حق، لأن شركة سوفت بانك كافحت بشكل فظيع، حاولت أنها تبقى يعني تحت السيطرة، عانت من أجل البقاء لدرجة أن كادت تفشل الشركة. وراح ماسا وحاول أن ينشر بعض المجلات عشان يولد الاهتمام بالكمبيوترات، ولكن حتى المجلات كادت أنها تفشل، بل أنها فشلت فعلا، وكان الجميع يطلبون منه أن يوقف لأنه كان على وشك إدار كل الأموال اللي كسبها في أمريكا. ولكن ماسا تجاهلهم واستمر في ضخ المزيد والمزيد من الأموال، وفي نهاية المطاف فعلا أثمرت مثابرته. صعد مع سوفت بانك على موجة الطلب العالي على الكمبيوترات والبرمجيات في أوائل التسعينات، وبعدها صارت الكارثة. بدأ ماسا سون يشعر بمرض متزايد شكله محسدون مسكين، وتم تشخيص إصابته بالتهاب الكبد المزمن وأصبح طريح الفراش في المستشفى. وكان ماسا مدمن على العمل وسأل بتوتر عن المدة اللازمة لتلقي العلاج لأنه مو قادر إنه يصبر أكثر، متحمس إنه يرجع شغل. بس مع الأسف قال الطبيب أنه لا يوجد ضمان أنهم أساساً يقدرون يعالجونه. بعد ما نجح أخيراً في إنشاء شركته وتشغيلها بنجاح، الآن يواجه حقيقة أنه ربما سيموت قريباً. كانت عنده بنته اللي كان عمرها 1 سنة فقط، وكانت زوجته حاملة بطفل آخر. وعشان نعقد الأمور أكثر، حصل ماسا على قروض من البنوك عشان يساعدونه في تمويل الشركة، وكان يعلم أنهم راح ينسحبون من التمويل إذا اكتشفوا أنه مريض. لذا ماسا اضطر أنه يحافظ على خدعة بأن كل شيء على ما يرام، وكان يتسلل إلى خارج المستشفى لحضور اجتماعات الشركة. ولحسن الحظ يا شباب تعافى ماسا، لكن خوفه الصحي أقنع بأنه بحاجة للتصرف بشكل أكبر وأسرع وأكثر جنون، لأنه لم يكن بإمكانه قضاء أي وقت على الفاضي. وبحلول منتصف التسعينات كان لدى سوفت بانك 800 موظف وإيرادات وأرباح بقيمة 1 مليار دولار. وقام ماسا بطرح الشركة للاكتتاب العام لجلب المزيد من الأموال، وكان توزيع برامج السوفت وير ناجح للغاية، ولكن لم يكن كافيا لماسا. كانت لديه رؤية واضحة بأن التكنولوجيا راح تغير العالم، ولذلك بدأ في الاستثمار بشركات التكنولوجيا الأخرى وأصبح معروف برهانات التجارية الجريئة. على سبيل المثال قام بإلقاء ملايين الدولارات في شركة جديدة اسمها ياهو بتقييم قدره 40 مليون دولار، ولما طرحوا الشركة للاكتتاب العام الأولي أصبحت قيمتها 808 مليون دولار، مما يعني أن سوفت بانك حققت أرباح هائلة وفي غضون أشهر قليلة فقط. كان ماسا يبني صندوق للحرب، لكن لم يجلس أبدا على تلك الأموال، وكان دائما يعيد استثمارها على الفور في شيء جديد. بحلول عام 2018 في نهاية التسعينات كان سوفت بانك عبارة عن تكتل عملاق، كانت تتصرف
وكأنها صندوق رأس مال استثماري. ولم يعد العمل الرئيسي لسوفت بانك أنهم يبيعون برامج، بل كانوا يشترون شركات التكنولوجيا الأخرى اللي كان يؤمن ماسا بنجاحها. على سبيل المثال في عام 1998 وضع 400 مليون دولار في التجارة الإلكترونية بعد مكالمة واحدة فقط سواها مع مؤسسة. وإذا كنت بتصير مثل ماسا سون في سرعة باتخاذ القرارات الصائبة، اتصل على روحك الداخلية وبلغ نفسك أنك تضغط على اشتراك وزر اللايك. والحين نكمل موضوعنا. بحلول نهاية التسعينات استثمر ماسا سون 3 مليارات دولار في 800 شركة ناشئة في مختلف مجالات التكنولوجيا. كانوا حتى موظفين سوفت بانك يكافحون بس عشان يمديهم يتابعون أخبار الشركات. كان ماسا يلتقي ب 200 رائد أعمال كل 3 أشهر لمحاولة العثور على الفرصة الكبيرة التالية. وبالطبع يا أحباب لم يكن كل استثمار ناجح وفشل الكثير منه. وغيرت النظارة أساس أقول لكم أنه توصل لي لإدراك مهم، يمكن أن يخفي نجاحك كبير كل الاخفاقات الاخرى مستمر. ما كان بحاجه ان يكون كل استثمار صح طالما انه يحقق بعض النجاحات الكبيره. وفي عام 2000 هذا اللي حدث بالضبط عندما قام ماسا بما يعتبر بافضل استثمار لراس مال استثماري على الاطلاق. سمع ماسا عن شركه انترنت صينيه اسمها علي بابا، وبالتاكيد وقع في غرام سياسي. قال المؤسس جاك ما في البدايه انهم لا يحتاجون الى اي استثمار في الوقت الحالي، ولكن ماسا كان مثابر على الرغم من ان الشركه لديها عدد قليل من الموظفين. وقتها حس ماسا بامكانيات هائله لشركه علي بابا، قال أنه شاف لمعة حلوة في عيون جاك ما وأن بإمكانه بناء شيء عظيم ولا يصدق. واتفقوا الاثنين على صفقة مع سوفت بانك لاستثمار 20 مليون دولار في الشركة، وستصبح هذه الحصة فيما بعد تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليار دولار. في نفس العام جمع ماسا أكبر صندوق استثمار ياباني واستخدمه في المئات من شركات الإنترنت، لأنه كان يعتقد أن الإنترنت هي الموجة الأكبر واللي راح تغير العالم. بدأت صحيفة نيويورك تايمز في تسمية ماسا ببيل جيتس اليابان. وفي الواقع ولمدة 3 أيام في منتصف عام 2000 تجاوز ماسا بيل جيتس أغنى رجل في العالم، لكن بعد ذلك انفجرت فقاعة الانترنت وانهار السوق وخسر ماسا 70 مليار دولار من ثروته، وهي أكثر خسارة لمستثمر واحد في تاريخ التجارة. إذا كنت تفكر أن خسارة 70 مليار هي نهاية ماسا سون، فكر أكثر. على قول قضى ماسا 10 سنوات التالية في تحمل المزيد من المخاطر، وكان يراهن بشكل كبير. وفي الواقع تم وصفه بأن أحيانا تاجر رهانات في وول ستريت، ولكن لديه الكثير من المال لينفاق. في عام 2001 تمكن ماسا من الدخول في تجارة الاتصالات اليابانية بعد ما اقتحم مكتب اتصالات التابع للحكومة اليابانية. دخل المكتب وبدأ يصارخ، قال هذه نهايتي، إذا ما ساعدتوني راح أكب على نفسي غاز وحرق نفسي أمام. بعدها أطلق ماسا خدمة الاتصالات باليابان بنصف سعر المنافسين. وعلى الرغم من أن حركته هذه راح تخسر مئات الملايين من الدولارات، كان ماسا يعتقد أن في المستقبل سيكون بمقدورهم تحقيق الربح من خلال تقديم خدمات إضافية. وكان ماسا غامض للغاية بشأن متى راح يكون العمل مربح بالفعل. وبحسب ما ورد في التقارير كان عنده بنات موظفين بالمبيعات وملبسهم تنانير قصيرة وخلاهم يقدمون أجهزة موت مجانية في زوايا شوارع طوكيو بس عشان ينشر الخبر اسرع. يعني بصراحه قليل ادب، بس اكيد الخطه راح تنجح. وكما هو الحال مع العديد من مشاريع ماستر، بالنسبه لهم كان التركيز ببساطه على النمو السريع، نفس تركيزي على القناه، ابي سبسكرايبرز يا رب، والحصول على الارباح بالسوق سياتي لاحقا. الكثير من الناس كانوا شاكين بالوضع، ولكن من الواضح ان ايمان ماسا الاعمى بالانترنت كان صحيح تماما. وبحلول عام 2007 كان ماسا قد حدد بالفعل ما يعتقد انه سيكون الموجه الكبيره التاليه للانترنت، التحول الى التليفونات بدلا من أجهزة الكمبيوتر. وعشان كذي أجرى ماسا مكالمة مع بطل آخر من أبطاله، ستيف جوب. هو أخبر ماسا ستيف عن فكرته الخاصة به، وهي هاتف محمول أشبه بكمبيوتر صغير. ولكن ستيف قال له أن شركة آبل قاعد تشتغل بالفعل على شيء مماثل، واسم هذا الشيء آيفون. هني كان متحمس ماسا وسأله إذا كان يقدر يحصل على الحقوق الحصرية لبيعه في اليابان. ضحك ستيف جوبز وقال له يا حبيبي يا ماسا أنت مجنون حرفي، إحنا ما أعلن أننا قاعد نطور جهاز الآيفون إلى الآن، وأنت لا تمتلك حتى شركة اتصالات للهواتف في اليابان، فشو راح تبيع؟ ولكن ماسا قال ببساطة أنا راح اشتري شركة هواتف. من المؤكد أن ماسا سرعان ما تولى الأمر وقدم على المزيد من الديون والقروض لشراء شركة فوتافون اليابان بحوالي 20 مليار دولار. وبسبب إصراره المستمر أصبح لدى ماسا الحقوق الآن لبيع جهاز الآيفون في اليابان. كانت هذه الصفقة تعني أنه كان قادرا على بيع كمية كبيرة من عقود الهاتف، حيث كان الجميع متحمس لتجربة الآيفون الجديد. وكما هو الحالة دائما عرض ماسا صفقات منخفضة التكلفة عشان يكبر حصة السوق اللي هي نسبة مبيعات الشركة في زمن معين. فما كان يهم الربح، كان يهم أن يوري الشركات قدرته على البيع عشان يعطونه فرص أكبر وقروض أكثر. في هذه الأثناء كان ماسا لا يزال يستثمر في مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا، مثل شركة روبوتات اللي تصنع روبوتات ذات قدرة على قراءة المشاعر الإنسانية. وقد تحدث كثيرا عن رؤيته التي تمتد ل 300 عام وكيف يمكن أن تصبح شركة سوفت بانك في المستقبل
ذلك التخاطر الروحي، وحتى أن اقترح أنهم راح يدرون يفهمون لغة الكلاب. لكن بينما كان ماسا يشتري الشركات بوتيرة لم يكن بمقدور معظم المستثمرين حتى أن يحلمون فيه، كان لا يزال يريد المزيد. لم يكن ذلك كافيا لطموحه، وبالواقع فاتت بعض الصفقات بسبب أن أمواله كانت مقيدة. كانت أمواله مقيدة في مكان آخر. على سبيل المثال، عقد اجتماع مع جيف بيزوس اجتماع عن استثمار في شركة أمازون في الأيام الأولى، ولكن ماسا مع الأسف لم يكن قادرا على تجميع رأس المال بسرعة كافية. وعشان يتأكد أن ما تفوت عليه فرصة استثمارية مثل أمازون، أدرك ماسا أنه يحتاج إلى صندوق حرب حقيقي، وهو مبلغ كبير من المال لدرجة أنه لن يكون لديه أي قيود مرة أخرى. وبالتالي توصل إلى فكرة صندوق الرؤية اللي يبلغ حجمه 100 مليار دولار، وهو صندوق رأس مال استثماري أكبر بأربع مرات من أي صندوق استثماري بالتاريخ. إذا كنت تعتقد أن جمع 100 مليار دولار موضوع صعب شوي، عادة كلامك صح وعلى حق. ولكن لحسن الحظ بالنسبة لماسا، كان هناك شيء مثير للاهتمام قاعد يصير في المملكة العربية السعودية. السعودية دولة غنية بشكل لا يصدق بسبب نفط، ولكن عندما بدأ العالم في التحول نحو الطاقة المتجددة، أصبح من الواضح أنهم بحاجة إلى تحويل اقتصادهم بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط. وكما هو الحالة دائما، كل ما يلتزم ماسا بشيء ويتحمل كل المخاطر العالية، طبيعي يكون له عائد مرتفع جدا. كانت هذه عقلية ماسا سون ببساطة، مخاطر عالية يعني أرباح أعلى. قال أنه يتمنى أن يذكر الناس كرجل مجنون يراهن على المستقبل، ومهما كان رأيك فيه، أعتقد أنه من الصعب الجدال أنه مو مجنون. وطبيعي ما راح يكون في فيديو بومرزوق بدون لا أوريكم الجانب المظلم من القصة. أولا، تم اتهام ماسا بإنشاء فقاعات شديدة وتضخيم للأسعار، حيث قام بتشويه القيمة الحقيقية للعديد من الشركات، مثل وضع مليارات الدولارات في شركات مثل وي وور وتطبيق لتمشية الكلاب اسمه واب تحت إشراف رجال كانوا يسوون نفسهم شركات تكنولوجيا بينما لم يكونوا كذلك بالفعل. نقدر نقول بأن النهج المتبع في استثمار مليارات الدولارات بناء على اجتماعات مدة 15 دقيقة وحدث داخلي شيء جدا متهور. على سبيل المثال، استثمر ماسا سون 4 مليارات دولار في وي وورك بعد اجتماع استغرق أقل من نصف ساعة، وما شاف حتى خطتهم شنو. وحتى بعض الشركات اللي استثمر فيها ماسا حاشهم إحباط شديد، لأن استثمارات العملاقة في بعض الأحيان تكون مثل قبلة الموت، لأنه عادة يطلب من الشركات أن يفكرون 10 مرات برا من خطتهم الأساسية، وأنهم يتصرفون بشكل جنوني أكثر. ولكن ولأن كان يعطيهم أموال فوق حاجات، كان هذا الشيء يدفع الشركات هذه في البدء بالإنفاق بشكل كبير ومتابعة استراتيجية النمو بأي ثمن. تم اتهامه أيضا باستخدام رأس المال كسلاح لإلقاء أموال لا نهاية لها على الشركات، مع الاعتقاد بأن الشركة الجديدة والأفضل تمويلا تقدر تتفوق على جميع المنافسين، خصوصا أن السوق شعاره الأكبر يأخذ كل شيء. ولكن هذا يعني أن الشركات اللي استثمر فيها ما تركز بالواقع على بناء مشروع تجاري مربح. واشتكت بعض الشركات منه أن ماسا كان يغرقهم بالاهتمام في البداية، ولكن بعدها يلقى له لعبة جديدة ويسحب على زلف. حتى أن هناك اتهامات بأن إذا حاولت الشركات أن ترفض أموال ماسا اللي كانت فوق حاجاتهم أساسا، كان يهددهم أن يستثمر منافسينه عشان يجبر الشركات أنهم يقبلون استثمارات. في بعض الحالات كان أساسا يروح حق المنافسين ويستثمر، مثل حقيقة أن استثمر عدة مليارات في ديدي وأوبر وجراب وتطبيقات أخرى كذلك. ومو بس الشركات الخاصة اللي شوهت سوفت بانك أسعار، فتبينت مؤخرا أن سوفت بانك هي حوت ناسداك اللي ورا مليارات الدولارات من صفقات خيارات الشراء في شركات التكنولوجيا العامة. وبشكل عام يمتلك ماسا مبالغ ضخمة تمكنه حرفيا تحريك أي سوق بالعالم من خلال تشغيل مليارات الدولارات في الأسهم. وأنا أسمع قصة ماسا اللي أتى من لا شيء، لقيت نفسي أشجع، ولكن يبدو أن يوجد تحت هذا المظهر الخارجي المبتسم برش لا يعرف الرحمة. يمكن السبب أن لغة الإنجليزية ضعيفة، ولكن تحس في كلامه أن إنسان جدا بسيط وغير احتراف، ولا كأن رجل له تأثير عظيم على العديد من الصناعات والاقتصادات. كان شخص مثل بيزوس أو زوكربيرغ يقول نفس الأشياء اللي يقولها ماسا، أنا متأكد أن راح تشوفونه شيء شيطان. ما هناك حجة مفادها أن شخصية ماسا المريحة تخفي الواقع إلى حد ما. ولكن أنا شخصيا ما أعتقد أن ماسا يسوي كل هذا من أجل الحصول على المال والسلطة فقط، بل أعتقد أنه فعلا عنده شغف بالتكنولوجيا ومتفائل للغاية بشأن المستقبل، ويريد ببساطة تسريع رؤية اللي يمتلكها. وفي حين أن من الصحيح أن الكثير من استثماراته مو مربح، ولكن ماسا دائما يقول أنه يلعب لعبة طويلة الأمد، في حين أن من الممكن تماما أنه يتم القضاء على ثروته مرة أخرى من خلال سلسلة الرهانات اللي قاعد يسويها، إلا أن من الممكن أيضا أنه يصبح أغنى رجل في العالم للمرة الثانية، وهي ممكن صراحة تصير، خاصة إذا كانت رؤيته حول الذكاء الاصطناعي راح تتحقق ويدعم الشركات اللي هي بالصفوف الأمامية لثروة الذكاء الاصطناعي، لأن بعد ذلك يمكن أن يخلق نوع من التآزر بين الشركات عشان يشتغلون مع بعض. على كل حال، أعتقد أن إحنا يا شباب لازم نحيي ماسا، خصوصا أن تعريف رجل الأعمال حرفيا هو شخص يتحمل مسؤولية المخاطر المالية. ولذا في حين أني لا أقترح أن كلنا نراهن بكل ما نملك على اسم التكنولوجيا، إلا أن أعتقد أن من المفيد أحيانا أن نسأل أنفسنا ما الذي سيفعله ماسا سون في هذه الأوقات؟ كتذكيرنا نرفع سقف أحلامنا، لأن هناك شيء آخر علينا احترامه، هو أن ماسا وهو صغير أنشأ خطة حياة مدتها 50 عام لنفسه، وبدأ شركته بالعشرينات، بنى ثروة بالثلاثينات، وزع تلك الأموال بالأربعينات، وربط العلاقات مراته بالخمسينات،
وسلم الأشياء إلى الجيل الثاني بعد أن بلغ 60 من عمره. ومثل ما تشوفون نفذ خطة الحياة هذه بشكل جيد للغاية. والسؤال الصجي الحين هو هل ماسا رح يترك كل هذا وراه؟ كما تشير خطة حياته، أنا أقول أن ماسا مدمن ويحب هاللعبة، وما في لاعب قمار بالعالم وده يمشي بالكازينو خصوصا إذا كان ربحان. منذ الطفولة كانت غريزة القمار موجودة فعلا عند ماسا. على سبيل المثال لما أقنع أبوه اللي كان يملك كوفي شوب وقتها اقترح عليه أنه يوزع قسام مشروبات مجانية، معتقدا أن أبوه رح يعوض الخسارة هذه لما يكون محله معروف عند الكل. وبصراحة من يوم كان صغير كان يتقن عقلية نمو المستقبلي. ما زالت فلسفة ماسا لم تتغير بعد كل هذه السنوات. كل ما في الأمر هو أن الآن لديه مخزون لا نهائي لا تقريبا من الأموال لتنفيذ أفكاره. على سبيل المثال اليوم ماسا يستثمر أيضا في نيوم، وهي مدينة مستقبلية يتم بنائها من الصفر باستخدام التكنولوجيا. يقولون المدينة راح يكون فيها سيارات طائرة وسفر تجاري إلى الفضاء وخدم روبوتات بعد وقمر صناعي يرتفع كل ليلة، حتى أنه راح يستضيف مشروع تعديل وراثي لجعل الناس أقوى. تحدث ماسا أيضا عن نظريته في إدارة آلة الزمن، النظرية القائلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية مثل المستقبل، وكل دولة أخرى سوف تمر بنفس التحول التكنولوجي. لذلك إذا كنت تعرف ما هو النجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الاستثمار في أماكن أخرى يشبه العودة بالزمن إلى الوراء في آلة الزمن. فهناك بلا شك بعض الدروس اللي نقدر نتعلمها من ماسا، ولكن الحقيقة هي أن ماسا راح يظل لغز. هل هو واحد من أكثر رجال الأعمال ذكاء على الإطلاق وعنده رؤية للمستقبل، أم أنه مجرد لاعب قمار محظوظ يدمر رؤوس الأموال ويتلاعب بالأسواق؟ صار في جدل حول ما إذا كان ماسا مجنون أم عبقري، ولكن أنا أقول ليش ما يكون الاثنين مع بعض. موضوع اليوم كان مختلف عن القصة السابقة، خصوصا بالمدة لأني خليتها يعني مثل وثائقي. ليش خليتها مثل وثائقي؟ لأن أنتوا اللي اقترحتوا عليها الشغلة، ويا أخي والله العظيم ما أقدر أرد لكم طلب. ولكن يا ربع مو معناته أن الفيديوهات السابقة ما راح تعجبكم. وعلى فكرة ترى ما وصلنا حق عدد الاشتراكات هذا إلا بفضل من الله ثم منكم يا أحباب، فما أبي أقول إلا شكرا من القلب. والله العظيم ما عارف حتى شلون أردكم الجميل إلا أني أدعمكم بإذن الله بس نوصل القمة مع بعض بالقناة. وعلى فكرة مع أن عددكم قليل، لكن شوفوا شلون حققنا تقريبا 17000 مشاهدة بهالفيديو و15000 مشاهدة بهالفيديو، وكل هذا بس لأنك حطيت لايك واشتركت. بالنسبة لي يا ربع والله العظيم أنه يعني الموضوع لا يصدق، فما أقول إلا الحمد لله أني سويت هالقناة والحمد لله على وجودكم معي. وبالنهاية إذا عجبك موضوع اليوم لا تنسى تصير أسطورة تدعمنا بالاشتراك، تضغط على زر اللايك كأنك ما تدري. كان معاكم أبو مرزوق، شكرا لكم وشوفكم على خير يا أحباب.